ما هي كذبة أفريل؟ تحدث كذبة أفريل في معظم بلدان العالم في أول يوم من شهر أفريل من كل سنة، كما يسمى في يوم كذبة أفريل أو يوم الحمقى، حيث اتخذ هذا اليوم اسمه من الأنشطة العرفية المستمدة من ممارسة النكات والنكات في ذلك اليوم، التي تتراوح ما بين النكات البسيطة والمضحكة التي يتم مبادلتها بين الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل. تعود أصول كذبة أفريل الغامضة وترجعها النظرية السائدة إلى عام 1582، وهي نفس السنة التي اعتمدت فيها فرنسا التقويم الميلادي لغريغوريان كالوندريي، كما تم الإعلان عن تحول رأس السنة الميلادية من نهاية شهر مارس إلى الأول من شهر جانفي. ولكن وفقا لما جاء في التفسير الشعبي، فإن جهل الناس وعدم درايتهم للإعلان السابق جعلهم يحتفلون بيوم كذبة أبريل في اليوم الأول من شهر أبريل للعام الجديد، لذلك أطلق عليه بيوم الحمقى. ثم انتقل هذا الاحتفال السنوي إلى جميع أنحاء أوروبا وإلى أجزاء أخرى من العالم. إن أقرب إشارة تاريخية منسوبة إلى يوم كذبة أفريل هو ما تتحدث عنه القصيدة الهولندية التي نشرت سنة 1561، التي تسبق اعتماد التقويم الميلادي بنحو 21 عاما. المهرجان اليهودي هو مهرجان ذو تاريخ طويل، ويتزامن حدوثه مع قدوم فصل الربيع، حيث يكون الاحتفال بارتداء الملابس ووجود الكرنفالات، مدينة الملاهي المتنقلة، والعديد من النكات والمزاح. قسطنطينة وكوجيل. شرح أستاذ التاريخ في جامعة بوسطن جوزيف بوسكين أن أصول كذبة أفريل ترجع إلى عهد القسطنطين، حيث أقيمت عدة مهرجانات وخدع للمحكمة الإمبراطورية الرومانية، واعتبر أن هذه الخدع يمكن أن تعيد الحياة إلى الإمبراطورية، كما سمح قسطنطين للمهرج كوجيل أن يكون ملكا ليوم واحد، فأصدر مرسوما يدعو للسخرية من ذلك اليوم، وبعد ذلك أصبح من العرف الاحتفال به سنويا. ويقول البروفيسور بوسكين: كان ذلك اليوم يوما خطيرا جدا، حيث ظهر الحمقى من الرجال الحكيمين، وكان دور المهرج هو التحكم بالأمور بشكل فكاهي. ما هي علاقة الأسماك بكذبة أبريل؟ يتم الاحتفال بحماقة كذبة الأول من أفريل، وهو احتفال غريب للغاية، إذ تتم فيه الحيل والخداع بين الأصدقاء والأشخاص المقربين. فعلى سبيل المثال، يتم الاحتفال في فرنسا من خلال ما يعرف بأسماك أفريل، حيث ترتبط التسمية بالتصرف المتمثل بربط الأسماك في ورق مقوى ووضعه على الجزء الخلفي للأفراد. وعلى الرغم من هذا، إلا أن العلاقة بين الأسماك وكذبة نيسان لم تتضح بعد، إذ يعتقد بعض الناس أن الأسماك ترتبط بالمسيح لأنه كان يمثل كسمك في العصور المسيحية المبكرة.